اعرفه. سيبوه لنا معلاه. والله العظيم ما اعرف حاجه. ايه اللي هبتدي يا صفاء؟ مسكنا الواد وبنقرره زي ما حضرتك قلت يا باشا. انا قلت لك اعملي فيه كده؟ انا قلت لك امسكيه لحد ما اجي. هو فيه يا باشا؟ والله العظيم ما عملت حاجه. هو ده جزات اللي يعمل خير؟ ايه ده هنفكك دلوقتي. تفك مين يا باشا؟ يا علبه بسبوسه. بس يلا الله يخرب بيتك ده يا حبيبي. اتفضل يا باشا براحتك، فك براحتك. انا مش هعمل لك حاجه، احنا بس عايزين نعرف مين اللي بعتك. والله العظيم اعرفه. ما هو مش معقول حد ما تعرفوش هيستأمنك على فلوس كده. صح، انت فاكرنا هب؟ في واحد ما يعرفكش هيديك 5000 جنيه تديهم لناس ما تعرفهمش. انت بتشتغلنا هنا يا ابن اللعيبه؟ مش عايز حد يفتح بقه. مؤاخذه يا باشا، على وضعك. ما هو كلامك ما يصدقش. والله العظيم انا ما بكذبش، انا بشتغل مندوب مبيعات، وفي مره كنت ماشي لقيت دوك حريمي واقع على الارض، بفتحه ولقيت فيه فلوس وموبايل، فقلت ادعبس فيه عشان اعرف مين صاحبه. لقيت واحده ست وبعتت لي ابنها عشان ياخد الحاجه.